سادة الزملاء في جميع أنحاء العالم، مساء الخير وصباح الخير. أنا سأتكلم اليوم عن الصداع وآلام الوجه فيما يخص الطبيب الممارس. المحاضرة ستشمل الأمور الأساسية في الأمراض العصبية، والحقيقة الصداع يحتاج إلى محاضرات عدة لتقديمها إذا كان الواحد يحكي عنها بشكل تفصيلي، ولكن سنتكلم فيما يهم الطبيب الممارس كيف يجب أن نقارب المريض المصاب بالصداع. هون لا يفوتني أن أشكر الزملاء في السي بي بي إف في ما قاموا به من جهود جبارة لإنجاح المؤتمر وفي تحضير السلايدات. طبعا مثل ما أنتم شايفين المحاضرة حتكون فيها جزء عربي وفي جزء إنجليزي، وكان هذا شيء يعني في عبارة عن تحدي لإجراء المحاضرة. بالنسبة للصداع، مثل ما أنتم بتعرفوا الصداع هو أشيع مرض عصبي، ممكن أنه أشيع عرض عصبي ممكن أنه الواحد يحس فيه على مجرى حياته، لذلك لابد من الاهتمام بهذا العرض، الاهتمام بهذه المشاكل، حتى بالنسبة للطبيب العام وبالنسبة للطبيب الممارس حتى للطبيب في الاختصاصات الأخرى. إذا كان بدنا نحكي نحن عن الصداع بشكل محدد، لابد أن نتكلم بالأول عن البنى الحساسة للألم اللي هي في الرأس. ما هي المناطق الحساسة للألم ولماذا يحس الإنسان بالصداع؟ مثل ما أنتم شايفين هلا هون البنى الحساسة للألم هي في الفروة والغضاريف المحيطة بالعظام اللي هي السمحاق العظم. طبعا الزملاء اللي دارسين بسوريا بيعرفوا هالتعابير هاي، واللي دارسين برات سوريا يشوفوا التعابير الإنجليزية المناسبة الموافقة لها تعابير. هاي إذا كانت أصيبت تؤدي إلى ألم، ولكن إذا أصيب لنفترض العظم بحد ذاته من الداخل، إذا أصيب الدماغ من الداخل فهي بنى غير حساس للألم، لذلك ما بنتوقع أحيانا المريض عنده ورم دماغي كبير حتى داخل سمك الدماغ إنه يشكو من الصداع. فلذلك إحنا لازم نعرف وين بتشكل الألم مشان نعرف كيف بدنا نشخص ونعرف كيف بدنا نعالج. البنى الحساسة للألم هي تبدأ من الفروة والسمحاق والسحايا القاعدة بالجيوب الوريدية والضفائر المشيمية، الأعصاب وثلاث التواهم والبلعوم اللساني اللي هو تريجيمينال جلوسوفارينجيال، والجذور الرقبية اللي هي الجذور الرقبية 2 و3 عادة، وحنشوف على الشكل الترسيمي هون انه بالمناطق الانتيريور فوسا والبوستيريور فوسا انه هدول بتعصبوا من العصب مثلث التوائم اللي هون مثل ما انتم بتعرفوا بتدخل كمان في جزء من الألياف العصبية الحسية القادمة من الناحية الرقبية. الآن الإصابات العصبية التي الإصابات العصبية أو غير العصبية حتى في منطقة معينة من الرأس ممكن أن تنتشر كامل الرأس وتؤدي إلى آلام وصداع شديد، وهذا الآلام وهذه الآلام الشديدة يعتقد الطبيب أو يعتقد المريض أنها آتية من مكان آخر، ولكن هي تكون قادمة من مكان محدد، ولكن بسبب وجود الاتصالات الغزيرة للعصبية ممكن أنه تؤدي إلى آلام شديدة. لذلك نحن هلأ هون بدنا نشوف شو أهم الأسباب التي ممكن أن تؤدي إلى الصداع. ومثل ما بتعرفوا أنه الأسباب غير العصبية هي أهم الأسباب للصداع وليست الأسباب العصبية بحد ذاتها. الأسباب الغير عصبية لازم نكتشفها ونعالجها، ممكن الطبيب الممارس. ليش نحن بنوجه كلامنا للطبيب الممارس والطبيب الداخليه انه انتم فيكم تعالجوا مريض الصداع بدون اللجوء الى طبيب العصبيه؟ ليش؟ لانه اغلبيه الاعراض العصبيه اللي هي الاعراض الامراض اللي تؤدي الى الصداع اللي هي مثل ما انتم شايفين الجيوب الفكيه السينوس والعيون مثل ما يصير مريض عنده جلوكوم، أو الأذنين أو الأسنان أو الرقبة أو حتى القلب. القلب ممكن يحدث آلام نقص تروية تنتشر الفك السفلي ومنه إلى الرقبة
ويظن المريض او الطبيب احيانا انه عنده مشكله في الناحيه الرقبيه ويرسل المريض الى اجراء صور رقبيه، يكون المريض في عنده لازم هيكون احنا عندنا بذهننا انه الالم الانتيابي هذا ممكن اللي عم يروح ويجي ويصير بالجهد وينتشر الفكين، لازم موضوع القلب يكون في الحسبان. اذا الطبيب يجب ان يضع في حسبانه انه عند مريض عم يشكو من صداع، اولا لسبب غير عصبي، مريض عنده جريب عادي، هذا المريض ممكن يشكو من الصداع، كمان المريض اللي عنده ورم دماغي ممكن يكون عم يشكو من الصداع، فنحن لازم يكون عندنا خلفيه من عند المريض بالاستجواب بمعرفه ما هي الاعراض وكيف بدات. فاذا نحن هون لازم نبدأ فحص العصبي بالاستجواب. أولاً كيف نستجوب؟ لماذا نستجوب المريض؟ نستجوب المريض اللي نأتي بالتشخيص. عادة الفحص العصبي بيكون سليم في المرضى اللي عندهم مشكلة عصبية حتى. فلذلك نحن نعتمد على الاستجواب. ليش؟ لأنه الاستجواب إذا كان صحيح وإذا كان مفصل يأتي بالتشخيص. و80% من الحالات 80% من حالات التشخيص تأتي من الاستجواب بأثناء الروتيشن. أنا بحكيكم مثلا عن أطباء الممارسين اللي بيكونوا ماشيين معنا، بقول له شو في عنده المريض، بيقول عنده صداع وصداع شديد وما كان يعني للمسكنات، عملنا له تصوير طبقي. أي نعم، شو طلع معه؟ تصوير طبقي طلع طبيعي. إيه شو سويت له؟ عملت له رنين. طيب شو سويت؟ طلع رنين مغناطيسي اللي هو MRI، طلع كمان طبيعي. بقول له ايه شو طالع عنده المريض؟ اللي ايه بنرجع للاستجواب انه المريض كان يشكو من الاساس من صداع انتيابي صار له 20 سنه، وهذا المريض كل شهر بصير عنده نوبه وشقيه، والمريض يتعرض للاقياء بعد النوبه وبينام بعد 6 ساعات بيقوم عنده المريض بيكون طبيعي. يعني جارتك ام حسين تقدر تعطيك انه هذا المريض عنده شقيقه، مو بالضروره يكون حتى طبيب على مستوى عالي يعني او ان طبيب اخصائي ليشخص. اذا كان ممكن التشخيص يكون سهل والمريض يعطيك اياه، يقول لك انا هذا تشخيصي، طبعا بالاستجواب بكلام المريض، من حكي المريض ممكن انت تاخذ منه التشخيص، من حكيه من تصويره من توصيفه للنوبات او من اذا كان انت عم نقول للاطباء، وبقول لكم كمان كاطباء ممارسين، اذا ما حسيت انت كيف عم يحس المريض ما راح تقدر تشخص. يعني كيف بدك تحس؟ يعني بتقول المريض متى، اول شيء متى بدا الالم؟ من 5 ايام ولا 5 اشهر ولا 5 سنين؟ كثير بتفرق. كيف تطور؟ هل كان المرض، هل كان الالم انتيابي او هل كان مستمر؟ هذا بتفرق كثير. هل الالم تزيد وتخف بمناسبات معينه مثلا بالتوتر النفسي او هل يزيد مثلا بتناول بعض الادويه او يخف بتناول بعض الادويه مثل ما شايفين انتم المثيرات والمحسنات؟ طبعا انت لما تسال المريض على الشده كثير بهمك انه تعرف المريض هل شده الالم عاليه او منخفضه، لانه كمان هي ترتبط بالتشخيص. الالام الشديده جدا موضعه في مكان واحد ممكن تشير الى صداع مثلا عنقودي او الام حتى شقيقه او الام مثلث دوام اذا كان الام بارقه. الآلام الخفيفة اللي تزيد وتخف وتثار بالشدة النفسية ممكن تتماشى، أو حتى إذا كانت مزدوجة أو حتى موضعة ممكن تشير إلى صداع توتري. إذا بنشوف كمان آخر شيء شو في مرافقات للحالة. إذا إحنا بنتصور المريض كيف عم يحس، يعني مثلا إذا طلعنا على الإستاد اللي بعده الميجرين، كيف انه يصير النوبات؟ هاي النوبات ممكن تيجي من كل اسبوع مره، كل يومين مره، ممكن تصير كل شهر او كل سنه. هلا الصداع التوتري انت بدك لما تاخذ مريض من الاستجواب، هذا ما حتاخذه من الفحص، حتاخذه من الاستجواب انه مريض عندك صداع مستمر ولا بقول لك لا مستمر بس شيء بخف شيء بزيد، من اول ما في لحد ما انام انا موجوع راسي، بحس بشيء ضغط شامل الراس هلا حنأتي لذكره. بينما الصداع الكلاستر هذاك بيجي بيقول لك انا بدي كل يوم 3 4 نوبات هيك هيك، وكل يوم كل يوم كل يوم، بعدين بيقطع فجأة، بيروح له مثلا اسابيع او اشهر، وبعدين بيرجع مره ثانيه ويصير متكرر بشكل يومي، نوبات قصيره وتتكرر. اذا هذا التوصيف كثير مهم من شان وضع التشخيص. البرين تيومر
اللي ببلش له صداع خفيف جدا جدا وببلش يزيد يزيد خلال ايام اسابيع اشهر. اذا هون بتقول انت المريض يمكن يكون في عنده شيء، ولو انه حطوه بين قوسين البرين تيومر كعرض كالصداع في اورام الدماغ كعرض يظهر فقط كعرض كاشف في 14% 15% فقط، بينما 85% من حالات ورم الدماغ تظهر باعراض اخرى لها علاقه بالتوضع ولها علاقه بالنواة الصرعيه فقط مثلا. ولكن اذا حدث صداع في الورم فيحدث بشكل مترقي تدريجي. اذا نحن بالاستجواب هو المهم عنا انه ناخذ نتمثل نحس كيف المريض عم يحس وكيف تطورت حالته لا نفوت بعدين بالفحص السريري. ما تقول لي المريض عنده في الصداع وصداع شديد وسويت له فحص عصبي وطلع طبيعي، ما بكفي، لازم اعرف انا شو صفات الصداع وتبدا بكلمه متى وتنتهي بكلمه ما هي المرافقات. اذا متى بدا تطور، كيف مؤثراته ومحسناته وشدته، وبعدين تيجي على المرافقات، بعدين بتفوت لي بالفحص السريري. انت بتحط تصور التشخيصي قبل ان تبدا بالفحص السريري، ولا ستقع من مطبات كبيره، لانك حتلاقي انه مثل ما شايفين هون بالاخير مثل ما كاتبين اغلب حالات الصداع يكون الفحص العصبي سوي. لذلك نحن هون بنحكي بالفحص السريري العام حيكون كثير مهم لك. ليش؟ لانه انت فحص السريري مو بس بالعصبي، فحص بكل الامراض الفحص السريري هنا مثل البازل اللي انت بدك تحطهم مع بعض وبالاخير تطلع صوره ممكن تكمل لك صوره كامله، انه تضيف للتشخيص شيء كثير مهم في حالات كثير كثير. معلش لو اخذنا فيها وقت، كثير من الحالات اللي انا عاصرتها اللي كان اطباء اخصائيين وكبار وقاعدين عم يجتمعوا على مرضى ويجي طبيب مقيم يقول لهم بس هذا المريض انا لاحظت انه في خراخر عنده في ضخامه كبد بالاضافه لوجع الراس، يمكن انا اشك يكون ربما يكون في متاستاز عند المريض. اذا الفحص السريري العام كان عم يضيف كثير شغلات، وكمان لا تنسى التامل الضغط النبض الى اخره، كل هذه الشغلات لا تهملها بفحص المريض. الضغط الشرياني ولو انه بين قوسين هذا لا يؤدي الى الصداع الا بالارتفاعات الشديده، ولكن المرضى اللي في عندهم شقيقه او في عندهم ارضيه استعداد بالشقيقه هن مرضى حيصابوا في بحال ارتفاع التوتر الشرياني حيشكوا من صداع مزعج، بقول لك انه الضغط عم يرفع عليه عم يسوي لي وجع راس، ولكن بيكون في بالخلفيه في عندهم شقيقه. اذا هون كمان هذا مهم انه لازم تساوي كل هذا الفحص بالاخير لتوصل للفحص العصبي. الفحص العصبي احنا بيهمني شغلتين دائما حطوهم بالكم، هو موضوع وذمه انحسامات العصب البصري اللي هي البابيلو اديما اللي ممكن تشوفها بمنظار قعر العين اللي هو الاوفتالموسكوب، وهذا الشيء يفضل ان يكون كل مقيم معه واحد، وهذا ممكن يضيف كثير شيء مهم للتشخيص، لانه هاي حالات مهمه مثل ما عم نشوف في حالات عصبيه تستدعي التحرك السريع. مثل ما شايفين انه اغلب الحالات تقريبا 80% من حالات الصداع اللي بتجينا احنا فحصنا العصبي حيكون طبيعي، وبعدين نعتمد على السريريات، نعتمد على الاستجواب لنتوجه بالاخير شو بدنا نعمل للمريض. هلا بشكل عام كل 3 سنين بتجتمع الجمعيه العالميه للصداع وبتساوي كلاسيفيكيشن، وهون تبع 2018 اجتمعوا وسووا كلاسيفيكيشن. طبعا هذا تبسيط التصنيف العالمي للصداع، التبسيط بحيث انك انت بدك تشوف مثلا في عندنا البرايمري هيديك، في عندنا السكندري هيديك، في نيوروباتيك هيديك. البرايمري هيديك مثلا الميجرين مثلا شايف هون ميجرين، بعدين تنجن هيديك، هاي الميجرين لحالها حاطين سب تايبس مثلا في صفحه كامله عن السب تايبس اللي تحت الميجرين او اكثر وهكذا. ولكن نحن بدنا كطبيب غير اخصائي بهمنا تعرف انت الشقيقه بشكل عام او الميجرين شو هي صفاتها وكيف تظهر. هلا حنحكي عنها بشكل مفصل. نمشي نحن تحت هلا هيك بشكل سريع، الميجرين تنجن هيديك تريجيمنال اوتونوميك سيفالجين، هنا الصداع المترافق باعراض احنا بنقول وديه نظيره وديه، سيمباتيك انت بارا سيمباتيك، بصير في احمرار بالعين، في دماع، في سيلان انف والى اخره. وفي الحالات اللي بيكون فيها الصداع باشكال اخرى هي ما كثير مهمه يعني، ولكنها ممكن تظهر. واذا شك هي بالاخر بدي اقول لكم اياها، اذا شكيت انه هذه الحاله الصداع ما مشكوك بامرها ممكن تحويلها للاخصائي فيما بعد. طبعا انتم بتشوفوا هون كمان انه بالسكندري هيديك بالتصنيف كمان عم يفوتوا على الحالات اللي هي ناجمه
عن شغلات عينية أذنية أنفية جيوب أسنان إلى آخره، كثير مهم، لأنه ممكن السن واحد يكون عم يجعل فقط، بعدين يجيك المريض يطغى وجع الرأس عليه وتيجي تسأله في وجع أسنان، لازم تسأله في وجع أسنان عندك، إيه عم يجعني السن؟ إذا عاجل سنك أولا فجأة بتلاقي انطفى وجع الرأس وراح، السبب هو وجود الاتصالات والتشبكات العصبية الغزيرة بالرأس. المريض اللي في عنده جلوكوم، لذلك المريض الفحص العام هذا كثير مهم لاكتشف انه المريض عنده شيء غير عصبي ولا هو مريض فعلا مريض عصبي. بالاخير انت تقول المريض لا ما في عنده شيء غير عصبي، هذا مريض عصبي، فانا حفوت بالحالات الشديده، حنصنفهم هلا، التصنيفات هذه كانت حسب التوزعات البدئيه ثانويه ونيوروباتيك، هون حنسوي تصنيف حسب الشده، حاد تحت حاد مزمن. الحاد اللي هو الاكيوت اللي عندك هو النزف تحت العنكبوت اهم، اللي هو سب اراكنويدال هيموريج، هذول المرضى عاده بيكون ما عندهم شيء، فجاه من سماء صافيه بصير في عندهم صداع شديد، هلا حنحكي عنه، ولكن في كتصنيف يعني حاد نزف تحت العنكبوت صداع جنسي سليم، هذا بفتره الاورجازم بصير في عنده صداع شديد ويزول مباشرة، هذا كمان لازم تفريقه عن نزف تحت العنكبوت، لأنه ممكن في أثناء الجهد كمان يتشكل نزف تحت العنكبوت. لا تحت الحاد مثل ارتفاع التوتر القحفي، في نوعين، في نوع السليم في نوع الثانوي لأمراض شاغل الحيز، سنحكي عنه كمان شوي. هلا بالأخير في عنا التهاب السحايا كمان تدريجي، التهاب الشرايين العرطل كمان، جانت سيل ارتريتس كمان له صفات، ولكن هي تتوقع ضمن تحت الحاد المزمن، صداع توتري واعتياد المسكنات، والمزمن الانتيابي الشقيقه والصداع العنقودي. احنا بنحاول نحكي الشغلات اللي بتهمنا والشغلات اللي ممكن واحد يقراها بالكتب، معلش ممكن فيما بعد تقروها. هلا الناس تحت العنكبوت، خلينا ناخذ الشغل الحاد، كثير مهم هذا، لانه من الحالات اللي تؤدي الى الوفاه في حال اهملت. المريض يشكو من الام شديده بالراس، واحيانا يمكن ان يكون الالم ليس شديدا جدا، ممكن المريض فورا يتناول مسكنات فيخف الالم شوي، يتقاعس المريض عن الذهاب الى الطبيب، يروح بعد ساعات او يوم ثاني يوم يقول له الوجع ما عاد يطيره. اذا الالم الذي ياتي للمره الاولى هي يجب ان يلفت انتباهك، المريض ليش يكون من الام مزمنه من سنوات وما زال الالم نفسه كشقيقه، ياتي بنوبه شقيقه تاتي نفسها كل شهر، فهذا مريض انت بتريح نفسك عن مره يمين مره شمال، واليوم صايره عندي على اليسار بس حاسس حالي اليوم عم راجع كذا، فهذا مريض بالاسعاف تعالج بشكل سهل ولا حاجه للتصوير. ولكن المريض يقول لك اول مره انا بشكي من الم، ما بحياتي شكيت من الم، هذا الم شديد، اذا لازم يلفت انتباهك، حتى لو كان صداع تالي لقريب انت لازم تنتبه انه هذه لاول مره، لازم انا اخذ موقف، لازم اعرف شو بدي استعالج، وخاصه اذا كان هناك مرافقات للصداع مثل الغثيان والاقياء. طبعا انت معك الافتالموسكوب، او انه في عندك بالاسعاف زميلك الطبيب العيني يخليه يطل لك على قارة العين يشوف لك اذا كان في عند المريض بابيلو اديما. هلا هون المريض عنده بحالات النزف تحت العنكبوت بيصير تخريش بالسحايا، ليش؟ لأ احنا مثل ما شفنا الستركتشرز اللي بتؤدي الى الألم منه هو المينينجز اللي هو بيساوي الغزير بالنهاية العصبية، بيساوي ألم شديد بحالة تخريش شديد اللي هو الإريتيشن، مينينجيال إريتيشن، فبصير الألم هذا بالنهاية وينتقل إلى كامل الرأس، وبسبب شدة الألم يحدث تشنج انعكاسي بعضلات الرقبة ويحدث ظاهرة نيك ستيفنس اللي هي صلابة النقر. هاي ألام كتير مهمة ولازم تحري عن كل مريض يشكو من صداع حاد، وإجراء التصاوير المناسبة أو تحويله إلى القسم المختص في حال وجوده. هاي العلامة موجودة طبعا في التخريش السحائي في التهاب السحائي كمان. هلا التشنج المفاجئ اللي بيحصل في الرقبة هذا ما بزول فورا، بس ممكن بعد عدة أيام، جاك المريض بعد 4 5 أيام أو 6 أيام هذا يكون زال التشنج، فلازم واحد يرجع ياخذ الموضوع بعين الاعتبار. الناس تحت العنكبوت يجب إجراء تصوير طبقي محوري فورا، وبيشوف تحت هاي تجمعات الدم في السائل المسافات تحت العنكبوتية، وهون هذا المنظر الوصفي للناس تحت العنكبوت، ويجب إرسال المريض إلى الإسعاف لقبوله فورا، والبحث عن الأنيوريزما أو تشوه الوعاء الـ AVM اللي سواله هذا النزف. هننتقل للموضوع الثاني اللي هو مهم، الانتراكرانيال هايبرتنشن، في ثلاثي عرضي، الصداع الاقياء ووزمة الحمى التعصب البصري اللي هي
توزع. اذا لقيت هالاعراض هاي فانت فورا لازم تفكر بارتفاع توتر القحفي وتبعث المريض للقسم المختص لاجراء وعدم الاعتماد على التصاوير بمواعيد ما لا اعرف كيف لكل واحد فينا ساكن بمكان، وانا بعرف عنا نحن بالمانيا مثلا اذا انا طلبت تصوير طبقي محوري او رنين مره تصير المريض فياخذ موعد بعد شهر او شهرين، فلذلك انا بقول للمريض لا انت بتروح اسعاف لانه حاله الاسعاف حاله الارتفاع التوتر القحفي هي حاله اسعافيه. ارتفاع التوتر القحفي ممكن يجي متلازمه اسمها ارتفاع التوتر القحفي سليم، فلذلك احنا ما فينا نميز الا باجراء تصوير الرنين وبالبدايه طبقي محوري اسعافي ورين مغناطيسي وبعدين بنفوت بالتشخيص الثاني اللي ما كثير هلا في مجال لذكره. هون في الى تميز هذا الصداع انه بالاستلقاء بفيق المريض من النوم احيانا، يعني هي الظاهره حطوها ببالكم اذا كان مريض اللي كان بفيق بالليل من وجع الراس، هي علامات كثير مهمه اما لوجود كتله شاغله حيز اما ارتفاع توتر شرياني خبيث او وجود التهاب جيوب شديد. انخفاض التوتر القحفي اللي هو انتراكرانيال هيبوتنسيون اللي هو انخفاض توتر يحدث عادة بعد البزل القطني. المرضى اللي بيساوي لهم البزل القطني اللمبا بنكتشر يعني تشخيصي، فهذا بصير المريض يتعرض بنسبة عالية تقريبا ما بتذكر النسبة 30 40% من المرضى بيشكوا من صداع عقب الرد بعد عقب عفوا صداع عقب البزل. ليش؟ لأنه هذا بصير فيه تسرب تدريجي للسائل الدماغ الشوكي أو سبينال سيربروسبينال فلويد من الثقب البزل، وبصير عند المريض انخفاض في الضغط في منطقة تحت في تحت العنكبوت ومنه ضغط انخفاض الضغط والضغط على وجر السحايا يؤدي إلى الصداع. كمان بعكس ارتفاع التوتر القحفي يخف بالاستلقاء ويزيد، تلاقي المريض على طول متسطح وبياكل هو متسطح، كل ما قعد بصير راسه يفش عليه، هذول تعطيهم سوائل بكميات كبيرة، المرض بحدد حاله بحاله خلال أسبوع، وفي علاجات سريعة هي ما جاء للذكر الآن. الصداع عقب الرد اللي هو بوست تروماتيك هيديك اللي هو مثل ما بتعرفوا من القديم كان يصير بعد حوادث الرد بعد حوادث كبيره، يصير المريض عنده الام راس مزمنه لمده سنوات، المريض بصير يجي ويروح يقول لك انا ما عم بروح وجع راسي، ما عم بقدر اركز، ما عم الذاكره عم تضعف. في البلاد اللي فيها التامين الصحي مثل هون مثلا بالبلاد الغربيه في هدول المرضى بيخضعوا لتامينات وتعويضات وكذا، وكان يظن انه هدول المرضى عم يبالغوا شوي لانه في تعويضات خلفها، فلاحظوا حز لا انه في نساء ربات بيوت عم يصيروا يقعوا من فوق السلم وكذا، وعم يصير مع نفس الاعراض، المرضى عم ياخذوا تعويضهم عم يقعدوا بالبيت، وعلى ذلك عم يصير فيهم ضعف تركيز، في عندهم اضطراب التوتري، بصير فرط استثاره واكتئاب، هذول المرضى ما في عندهم ضيان على شيء، ما بقدر يساوي شيء، بعد بصير ارهاق وتعب عام بعد مرور دقائق الى ساعه فما بيقدروا يشتغلوا. فهدول المرضى في ممكن نسوي لهم معالجه نفسيه احيانا مشتركه مع اعطاء ادويه مضاده للاكتئاب قليله ومع اعطاء نصائح مثلا كاجراء الاوتوجينيس تريننج، هذا ممكن يفيدهم. هلا الصداع الجنسي السليم هذا من الامراض او من الشغلات اللي ممكن تظهر فجاه اثناء وصول الانسان، بدنا نقول المريض الى اورجازم، النساء والرجال على حد سواء يحدث بشكل مفاجئ صداع، المريض بيمسك راسه بيقول لك انا بحس راسي رح ينفجر، ممكن يستمر دقائق او ساعه وياتي للاسعاف. هلا اذا حصل لاول مره مثل ما قلنا كل شيء لاول مره يجب استقصائه، لاول مره يجب اجراء تصوير طبقي محوري تصوير رنين مغناطيسي ام ار تي لنفي النزف المفاجئ اللي يحدث نتيجه الجهد. ولكن اذا كان المريض اجاك قال لك انا هاي المره كل صار لي كذا سنه مع الجنس كل مرة مرتين بصير معي هالحالة هي، شو بدي اسوي؟ فانت بتقول المريض اوكي هلا ما في داعي للتصاوير، الامر واضح انه هذا اسمه البيناين سكس هيديك، فبتعطيه بيتا بلوكر بيعطي تحسين جيد. هلا الجاينت سيل ارتريتس هذا من الامراض المناعة الذاتية، هذا بصير في عندهم التهاب الشرايين وخاصة خارج الرأس ويؤدي الى صداع شديد، وهذا الصداع ممكن انه يؤدي الى انه المريض فعلا يكون متاثر بشكل كامل ويكون معطل، فلذلك هذا المريض يجب الانتباه انه علاجه بشكل سريع وتشخيصه بشكل سريع، لانه هذا ممكن يؤدي الى انسداد بالشريان العيني ومنها حصول العمى المفاجئ غير المعكوس irreversible
بلندنس، وهذا الشيء كثير بيكون بيأثر على المريض، وممكن يكون فيه تداعيات حقوقية كمان إذا كان الطبيب عمل. لذلك احنا كل شيء مرضى كبار السن يشكو من صداع، هي كل مريض فوق الستين او السبعين يشكو من صداع حديث لازم نفكر بهالموضوع، لازم نفكر بالموضوع. وعندك السي ار بي والاي اس ار، هذول حساسين، يعني حساسيته عالية ارتفاعه، ولكن طبعا مو كل مرض بيرتفع، ولكن هون اذا كان صداع كذا ولقيته مرتفع دغري لازم تعمل المريض خزعة شريان صدري والجولد ستاندرد بالتشخيص. صداع التوتري هو أشيع أنواع الصداع، وهذا خاصة لدى النساء يكون هذا يعني مثل ما بتعرفوا مستمر دائم، يزيد بالضغط النفسي، مؤرق، ما له صفات ثابتة دائما، لا يترافق بأعراض عصبية، بيؤدي إلى قلق وخوف، وفوت دخول المريض بحلقة معيبة، قلق، صداع، والصداع بيساوي قلق، والقلق بيزيد الصداع، وبالتالي حدوث الألم بشكل دائم ومستمر. ولذلك هون لازم نعالج المريض بالاوتوجينس تريننج. الاميتريبتيدين يفيد بشكل جيد، وهذا عاده ستاندرد اميتريبتيدين كثير مفيد، نبلش فيه بجرعات خفيفه وممكن نرفعه ل 25 احيانا اكثر. اعتياد المسكنات كثير مهم، اذا مريض استعمل الادويه العصبيه او المسكنات لمده اكثر من 3 اشهر، 3 ايام بالاسبوع، هذا مريض معرض، حتى المسكنات العادية النسيدز أو حتى التريبتانات أو السيتامول حتى، وبشكل مستمر فهذا يؤدي إلى اعتيال المسكنات. هدول لازم نقطع الحلقة بإيقاف المسكنات، ممكن نعطي الأميتريبتيدين كعلاج مشارك. هلا احنا عم نمشي بشكل سريع عليهم هدول، لأنه هدول تقرون بالكتب كلهم، ولكن في شغلات مهمة لازم نعرفها. الشقيقة أشيع مرض كمان بالنسبة، هو والتنجن هيدك الميجرين من أشيع الصداعات العصبية، ممكن من كافة النساء والرجال، في عندك نسبة كبيرة هي 15 للرجال النساء و8 من الرجال بيصير معهم هذا في فترة من فترات حياتهم، إما شديد أو خفيف، وقد يحتاج جزء منهم للعلاج. قاعدة عامة، لا تشخص شقيقة من أول هجمة. المريض صار عندك هجمة قوية أو من ثاني هجمة، صارت عندي هجمة بالأسبوع وصار عندي بعد ثاني اسبوع هجمه ثانيه، فاذا هذا المريض لازم تستقصيه، وهدول المرضى بصير انك تطلب لهم تصاوير في البدايه لنفي اي اصابه ثانيه، تسال عن الاصابات العائليه والى اخره. اذا مثل ما قلنا لا، مهم جدا الاستجواب قبل ما نقول انه المريض في عنده شقيقه. العلاجات مثل ما شايفين هي الاورا، المرضى طبعا هدول الشقيقه في لها اشكال، وفي اشكال الهيميبليجيك اللي فيه بصير في عند المريض كومبلكس ميجرين، في عندك with aura without aura، مع الاورا بصير في عنده احساس بخدر شقي او في لمعان في جانب واحد من العين، وهي شكل من اشكال المرضى اللي بحس بيكون عم يقرا، ففجاه بحس في فجوه وصار لمعان بيروح خلال 15 20 دقيقه، وهذا بيحدد نفسه بنفسه وبعدين يتلوه الصداع. وعاده بيكون في مقدمه في الراس، ويكون عاده شقي وقد يكون مزدوج. هون العلاج عادة هون كان لازم هون في العلاج يوصى بتنظيم الحياة اليومية، النوم الزائد والنوم الأقل وعدم تنظيم الحياة اليومية ممكن يؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض. واستجابة الأدوية، الناس الأدوية كثير تختلف من واحد للثاني، ولكن ممكن هاي نعطي نبدأ بالأدوية المسكنة الخفيفة وبعدين نزيد تدريجيا للأشد. الأميتريبتيلين يمكن أن يفيد، البالبروك اسيد كوقايه. اذا هون المرضى لازم نحدد انه في عندنا حاجه للوقايه او لا. الوقايه يعني نعطي ادويه للوقايه من النوب التالي، هون بتفيد البوتوكس، عفوا الاميتريبتيدين، بالبروك اسيد، البيتا بلوكا بمراحل اكثر لقدام، البوتوكس بحالات المعنده، المونوكلونال انتي بوديز اللي هن رينوماب هي حديثه، وفريمانوميزاب، زوماب اللي هي من الأدوية الحديثة الغالية الثمن، بياخد إبرة شهريا وتؤدي إلى تحسن جيد بالأعراض، ولكن بعد استنفاذ فرص العلاج الأخرى. الصداع العنقودي اللي هو الكلاستر هيديك، هذا مثل ما بتعرفوا بيجي على جانب واحد بشكل دائم، ويكون قصير لمدة 30 إلى 120 دقيقة، ويترافق بعلامات أوتونوميك بجانب واحد، ويزول بشكل مفاجئ بشكل متكرر بنفس اليوم. هذول المرضى يتحسن على السوما تبتان، ولكن الحالات اللي بدنا نحط فيها
وقاية، فلا بد من استعمال فيربوميل أو ليثيوم، لأنه هدول المرضى ما بتحسنوا على البيتا بلوكر. هاي الشغلة بالتشخيص التفريقي مهمة لهالأمر هذا. هيك توضع الصداع التوتري، هذا هو توضع الصداع العنقودي. هورنر اي سبيك هيديك، هذا بصير في احيانا بصير صداع مفاجئ، بيجي بشكل مفاجئ وبعدين بيروح بشكل مفاجئ، الواحد بيستغرب انه هذا قد يكون نفسه، لكن هذا الشيء ممكن يرافق الصداع الشقيقه والصداع التوتري. الام عصب مثلث دوام كثير مهم هذا، ولازم نقرا بشكل يعني مفصل، اذا انتم ما في داعي نحكي بشكل كامل عن كل شيء فيه، ولكن كل مريض لديه صداع مثلث دوام يجب اجراء مره في العمر رنين مغناطيسي للتأكد من عدم وجود سبب آخر اللي هو نيوروفيبروم على أو منينجيوم على مدخل العصب اللي هو تريجيمينوس. فلذلك إذا كان لقينا شيء حول المريض للجراح، إذا لا فهذا المريض منعالجه. منعالجه كيف؟ بالكربامازيبين، لامتريجين أو كابابنتين. بالأخير في عنا الأعصاب التالي لداء المنطقة اللي هو البوست هيربتيك نورالجيا، عادة هيربس زوستر هو اللي بيؤدي إلى الصداع وبيؤدي إلى هاي الاندفاعات جلدية بالمنطقة هاي، ويجب علاجها سريعا. لذلك لازم نهتم إذا كان المريض شكى من هذا الألم للمرة الأولى ورافقه شوية اندفاعات للمكان هذا، فهذا مريض هيربس زوستر حتى يثبت العكس، لازم علاجه بشكل سريع بالأدوية المناسبة مثل السايكلوفير. وهدول المرضى اذا اجى صداع عقب الرد بشكل دائم، صار بيصير احيانا مع الصداع عقب عفوا النورالجيا لمده اشهر او سنوات، لازم يستعملون ليوريكا. الالام وجه غير الوصفيه، هاي كمان من الام بالوجه تشبه مثلث توام ولكن ليست وصفيه له، تحويل الطبيب العصبي الى يعمل له استقصاءات مناسبه ممكن تستفاد على الانتي ديبريسيفا وعلى الكاربامازيبين. شكرا لإصغائكم، وأتمنى اللقاء بكم في محاضرات أخرى.